رابح وآخر خاسر في لعبة تسير وفقاً لمعايير الحظ والنصيب فقط، لعبة قوامها المقامرة والرهان ونهايتها إدمان وخسران. أهلاً بكم مشاهدين الأكارم في برنامجكم الاجتماعي دنيتنا. موضوعنا لنهار اليوم سيدور حول موائد القمار. أترككم مع هاجر جواد وهذه الورقة. ظاهرة سلبية تدفعك للمخاطرة بكل ما تملك مهما كانت قيمته طمعا في كسب المزيد. ستبدو لك من الوهلة الأولى لعبة تمزج بين التسلية والكسب السريع للمال، وسترغب بالاستمرار فيها من أول تجربة إلى أن تصل لمرحلة فقدان السيطرة، وهنا ستجد نفسك قد بلغت مرحلة الإدمان. هذا الانحراف سيجعلك تلاحق الرهانات التي تكبدك الخسائر وتستنزف مدخراتك وتوقعك في الديون، وقد تخفي سلوكك السلبي وتلجأ حتى إلى السرقة أو الاحتيال لتوفير الأموال التي تنفقها على إدمانك. ستقع في فخ آخر ربما لتغطي على الأول أو لتنسى همومك، فقد يدفعك القمار نحو المخدرات أو شرب الكحول، والنتيجة تدمير حياتك وتفكيك أسرتك. فكم من بيوت دمرت بسبب القمار، وكم من بطون جاعت وأجسام عريت، وكم من زواج فشل ووظيفة ضاعت لأن صاحبها اختلس ليقامر، وكم من رجل باع دينه وعرضه على مائدة القمار. هذه الآفة الاجتماعية انتشرت بشكل كبير في المجتمع الجزائري، والأسباب كثيرة، أما عواقبها فإنها وخيمة، لهذا حرمها الله تعالى لنتائجها السلبية من هدم للبيوت العامرة وإذلال النفوس والوصول إلى أسوأ الأخلاق. فالأجواء التي يدار فيها القمار يقل فيها الضوء وتكثر حولها ضروب الغش والخداع. الورق أو ما يعرف بالكوتشينا، النرد، اليانصيب وحتى مسابقات التلفزيون، ألعاب متنوعة للقمار المنبوذ في المجتمعات العربية المحافظة. كاميرا الوطنية نزلت إلى الشارع الجزائري وعادت إليكم بهذه التصريحات. القمار هنا في التير صا إكزيست، وكاين بزاف عباد أنا نشوفوهم وبالك أنا جست نعرفهم يقمروا لي بابي دي بابي. والقمار هذه شغل نشوة عند فئه تاع الناس. كيفاش؟ بار اكزومبل لو كان انفيستي دراهم يربح يحب يزيد يربح اكثر، لو كان يخسر يحب يريكوبيري دراهمو، فهمتيني؟ شغل عندها واحد النشوة هكذا، كاين بزاف عباد وهي حرام، هي القمار حرام هذه باينه، بصح كاين ناس عندهم هذا الفيس وما يقدروش ينحوه، شغل افا عنده هو فيس ما يقدرش ينحيها. حرام ويخلي مولاه ما يولي عنده والو، يولي الى عنده قسمه يشيل خبز راه مليح، ولادو يضيعوا، مرتو تضيع، دارو كامل تضيع. يعني القمار هو يولي من بعد ادمان، لان نشوفوا يعني خراب البيوت ويعني افات واللي شفناهم ولاحظناهم. يعني احنا عايشين في المجتمع ونعرفوا جيران، نعرفوا من الاقارب، نعرفوا يعني اصحابنا اللي راحوا في هذا الميدان، يعتبر من بعد يعني كانه سرطان للرزق تاعه. يعني كاين الانسان كان في حاله اجتماعيه يعني مستقره، يدخل في هذا الميدان كمبتدئ حتى يولي محترف، يعني ويؤدي اليه الى خراب بيته. حرام زقهم، يعني هو محطوط في كتاب، محطوط في القران، ديجا يتلف غير الراي، يتلف له على اولاده على اهله على صلاته على دينه على كلش. شتي القمار دائما ما يكونش ديريكت، زعما نقولوا اين نتخاطروا انا وياك، يا نربح يا نخسر، دائما فيهم دي كومبلي، فهمتيني؟ شغل شغل انا نجي نقمر انت وهذا ما نعرفوش، هذا الانسان هذا ما نعرفوش، هادو كاع دي كومبليس، فهمتيني؟ يخدموا باش تخسر انت باش يربحوا هما، سيتو. احنا نطلبوا من هذا الشباب، يعني ونطلب يعني ماشي حتى الشباب، يعني حتى الكبار حتى النساء، يعني قال افات كاع يعني قال فئات تاع المجتمع، حتى انهم الحاجه الاولى اللي يديروها بين الحسبان ان هذا شيء حرام. يعني احنا ماناش فقهاء في الدين، لكن تعلمنا من عند جودنا، تعلمنا من ديننا، وتعلمنا ان هذا الميسر حرام. تتطلب المقامره الصدفه، الحظ، والنظر في الجائزه المتوقع الحصول عليها،
وقد يستمتع الكثير من الناس بهذه اللعبة، لكن عنصر المخاطرة كثيرا ما يوقعك في دوامة من المشاكل. دعونا نستمع إلى هذه الشهادة. اليوم جيت أحكي لكم حكايتي، وماذا بيا لو كان مكاش الإنسان اللي يعيشوا فيها قاعد إن شاء الله يا ربي يدوها عبرة، ومكاش اللي يسمع بيها ومكاش اللي يدير واش درتها معايا. حكايتي بدات في القمار، وأنا كنت جديد ما نعرفش، وكنت حاب الأولى حبيت نسيا القمار هذايا، وين كنت لبس بيا وكنت بخير عليا والحمد لله، وكنت ماديا مخير، وكنت مطلع في أسرة، وكنت عايش مهني مع الأولاد مع الأطفال مع الزوجة، وكنت لبس بيا حتى نعشيت في أسفل السافلين. كيفاش وليت في أسفل السافلين؟ ما هي الحكاية كيفاش؟ هو كاع طمع. الحاجة الأولى هذا الشيء حرام، وحنا صور هذو ما درناهمش في رسالنا باللي حرام، انا مش عارف كيفاش على غفلة لقيت روحي والفت هذا الشيء، على غفلة والفت هذا الشيء حتى لقيت روحي نقمر بدرهم كبار، مرة على مرة حتى لقيت روحي خسر دراهمي والعائلة تاعي وأولادي، والوقت اللي فقت على كنت خسرت كلش. وإن شاء الله يا ربي، إن شاء الله الناس اللي تسمع فيا إن شاء الله يا ربي ياخذوا هذا بعين الاعتبار، وما يدخلوش في المتاهات اللي تخاف فيها معنا. هذه راهي موبقة من الموبقات، يعني حرمها الله سبحانه وتعالى. نزيد حاجة ما تشربش ديجا، الحاجة الأولى احنا ديجا نحشموا بها، ما نقدرش نقمروا قدام الناس باسكو راهي من المحرمات، ونحشموا بها حتى عشينا في مشاكل، حتى عشينا في الاخر، حتى خليت فكت الاسره تاعي، حتى وليت في واحد المتاهات، ضيعت الثروه تاعي، وكنت بخير عليا وكنت قادر نعيش عائلات معايا ماشي حتى العائله تاعي، وليت مانيش قادر حتى نعيش روحي. وان شاء الله الناس اللي يسمعوا فيا ان شاء الله يدوها بالعين الاعتبار، وان شاء الله يا ربي شي اللي صرا لي ما يصراش الناس. يمنح عنصر المخاطرة مقابل المكافأة اللاعبين اندفاعا من الإثارة حتى لو لم يفوزوا، وفي أغلب الأحيان يتم الاستمتاع به كنشاط اجتماعي، سواء تعلق الأمر بالرياضة كالسباق أو لعب البوكر مع الأصدقاء. ولكن ماذا عن ضريبة اللعبة؟ طيب احنا لما نعالجوا مسألة القمار نقولوا هي ظاهرة استفحلت كثيرا عند شبابنا اليوم، شباب هذا اللي راهو فارغ اللي ما عندوش وقت يستثمروا في الأشياء المفيدة. هنروحوا للأسباب مباشرة، لأنه عدة دراسات لما وقفت عندها مسألة القمار، احنا أكيد في دراساتنا نعتمدوا على الجوانب الشرعية ونعتمدوا على الجوانب المجتمعية، وأكيد الجوانب النفسي يدخل في هذا الإطار. طيب وش هي الأسباب اللي تخلي الأبناء هذو يروحوا للقمار؟ أسباب عديدة. أنت الآن في السؤال تاعك قلتي أنهم راهم يبدأوا يولي إدمان، أكيد كل دائما البداية إذا استمرينا مرة اثنين ثلاثة كاين إغواء وكاين إدمان وكاين تعلق. القمار نحب ننبه المشاهدين إلى أشياء، راهو مضيعة للوقت وراهو مفسدة وراهو يبعدك عن طريق الله، وراح يديك إلى معصية الوالدين، معصية الله معصية الوالدين، لأنه باش يروح يقمر يجيب مال اللي راح يدخل به لهذه اللعبة قد يتعدى على الأصول كما شفناها في حصص سابقة معكم، قد يتعدى على إخوانه وأخواته، قد يسرق باش يقدر يروح يمارس هذه اللعبة اللي هي من المحرمات وفيها أشكال عديدة. كاين اللي يظن أنه القمار تروح تلعب تقامر على مال، كاين اليانصيب، كاين بعض المسابقات اللي راه يروج ليها تربحوا بها المال، يعني مجالات عديدة، حتى الطاولة اللعبة على الطاولة. بين الأمور اللي زيد يجيبها لنا هذا القمار هي البغضاء والحسد، البغضاء بين الأطراف، بين المتنافسين أيضا، أنه باش نتنافس راح تولي لي الحقد لأنك أنت ربحتني نحقد عليك، فنولي نروح الانتقام، روح الانتقام راكي تشوفي من أي جانب رانا ناخدوها، تولي حتى نفسية هذا القمارجي كما يسموه العياذ بالله في المصطلحات يولي هو نفسيته مذبذبة. وشوفي كاين بعض الهرمونات تخدم أثناء السعادة وتخدم أثناء الحزن وأثناء الانفعال، فيولي ما عندوش توازن نفسي وتوازن هرموني ما يوليش عنده، مثل يدخلوا في بعض الألعاب اللي هي الإلكترونية اللي فيها العداء وفيها العنف وفيها، فحتى بعض الهرمونات تشتغل وراح تجيب لهم أذى
وهذا أكبر أداة هو عدم التوازن النفسي اللي يوقع فيه هذا الشاب. إذن أسباب عديدة ونقول ربما آثار أيضا عديدة راح تؤدي إلى أنه هذا الشباب يبقى شباب عاطل، راح يضيع الوقت تاعه، يضيع الجهد تاعه، راح يولي عالة على المجتمعات، راح يرتكب بعض الآفات وبعض المخاطر اللي من أجلها يحصل على المال باش يشارك به، وهذا الربح السريع والربح بأي طريقة ولو كانت مشروعة قد يؤدي أحيانا في بعض المجالس إلى القتل. يشعر القمار ممارسيه بالنشوة والسعادة والسرور، وعلى حفيف الأوراق النقدية التي يكتسبونها سيقعون حتما في الإدمان الذي يصعب التخلص منه. كما أن الخروج من اللعبة بصفة الخاسر سيجعل صاحبها في دوامة نفسية معقدة. قبل ما نحكو على كيفاش الخروج من إدمان على القمار، يفو المشاهد يفرق بين الإدمان كظاهرة اجتماعية ولا كسلوك غير سوي، وبين الإدمان على القمار كاضطراب. استدير وكتاش أبارتير دو كل مومون نقولوا بلي هذا السيد اضطراب، راهو عنده اضطراب لازم يعالج، لأنه يقدر الإنسان يمارس هذا السلوك القمار ولا لو جو هذا يا باثولوجيك دون فاصون سبوراديك، يعني بطريقة غير مستمرة في الوقت منين داك ما يحددش خلل وظيفي وما يكونش عندها نتائج على الحياة تاعو في العمل تاعو الوظيفية ولا العائلية، ويقدر في مرحلة ما يتوقف بدون مشاكل. بينما في الاضطراب يكون خلل وظيفي، يعني une altération du fonctionnement socio-professionnel، والإنسان مثلا يقدر يخسر دراهمه كامل، يخسر العائلة ديالو، يقدر لو كان يحبس يقدر يدخل في اكتئاب، يقدر يعاني يفا سوفخير. دونك هنا الادمان يولي سي اون كومبولسيون، دونك سلوك قهري كانه دخل في الفيزيولوجيا تاع الانسان، ولا لازم يدير السلوك هذاك والا ما يكونش في حاله عاديه. هنا نسميه اضطراب لما يحدث خلل وظيفي، هنا يفو انترفونير، هنا لازم تدخل الطبي تاع لو بسيكياتر. احنا عادة يجونا في لا بسيكياتري كيما تعرف في الجزائري يا لا ستيغماتيزاسيون دو لا بسيكياتري، ما يجيكش حتى يجيك في مرحلة متقدمة وين يكونوا مضاعفات وكامل. دونك احنا يجيونا على اعراض واحدة اخرى، مثلا اكتئاب وين داروا عليه ضغط مثلا العائلة تاعو ولا فقد امواله، الا ايتي اوبليجي داريتي هذيك الممارسة يدخل في اكتئاب، ولا يجينا مثلا عنده دوتر كوموربيديتي ادمانات واحد اخرى ولا امراض نفسيه واحد اخرى. حنا كونطون كروز كي نبداو نشرحوا الحاله نلقاو الادمان على لو جو باثولوجيك، كل انواع الادمان يشتركوا في حاجه هو لاتين دو سيركوي دو ريكومبونس، يعني في المخ كاين واحد المنطقه اسمها مسؤوله على السيركوي دو ريكومبونس، اللي هو سي المسؤول على المكافاه، نظام المكافاه. ستعذير احنا نديروا افعال في انتظار متعه ولا نشوامه، يعني سيكريسيون تاع ماده الدوبامين اللي تخلينا نتحفزوا باش نديروا شي هذاك. دونك حنايا في العلاج اون انترفيان بار دو فيرسون ثيرابوتيك، اولا الادويه نمدوا لي زونتي ديبريسور لي زي اس ار اس لي زينيبيتور سيليكتيف دو لا ريكابتور دو لا سيروتونين، من شأنها أن تنقص هذيك القلق ولا كومبولسيون، هذيك طلع مادة سيروتونين اللي تنقص شوية من لا كومبولسيون القهر هذيك على المادة هذيك. أيضا مدو لونتي ديبريسور باسكو الإنسان لما لو يحبس هذه الممارسة راح يدخل عادة ما يدخل في اكتئاب. بالإضافة للعلاج الدوائي نديرو علاج نفسي وفي بسيكوثيرابي جينيرالمون كونيتيف كومبورتمونتال، علاج معرفي سلوكي كي نبسطوها معرفي سلوكي ساسون زونتو معرفي سي معارف سي تادير اون فاشي اجير سور لي شيما كونيتيف ديستورتو تاع لا بيرسون، نغيروا المعارف السلبيه هذيك نعوضوها بمعارف اخرى ايجابيه، والسلوك باسكو فينالمون هذا السلوك غير سوي سي ان كومبورتمون ابري سي تادير لي لايتي كونديسيوني الانسان لايتي كونديسيوني، احنا اون لو ديكونديسيون بالعقيله باش ما يحسش لو مانك هذاك selon un protocole bien défini. غالبا ما يخرج القمار عن شوارع المدن الكبرى ليجد له مكانا في الكازينوهات والأحياء الشعبية، فلماذا ينتشر القمار في أماكن دون غيرها وماذا عن الحلول؟
هي هو اللب المسألة أين هو؟ أنا قلت لك الفئات الهشة، لما نقولوا الفئات الهشة وين توجديها؟ توجديها في الأحياء الشعبية. الأحياء الشعبية هذه أحياء ضيقة، هذه الأحياء الشعبية فيها فيها الفقر، فيها الحاجة، فيها التهميش من طرف بعض المسؤولين، يروح يحوس على خدمة ما يلقاش. الأحياء الشعبية تعاني من ظروف اجتماعية قاسية، وهذا هو السبب اللي يخلي أنه بعض المناكر هنا اللي تكون يعني في هذه الأحياء، والتطورات ومازالت لحد الآن موجودة حتى في المدن. اللي يقول لك ما كاش قمار في المدن، ما كاش منه يكذب عليك، دراسات عديدة تقول أنه حتى في المدن يوجد القمار لكن بطرق مختلفة، وما راهوش ربما بنفس الوتيرة، وما راهوش بنفس نسبة الانتشار، لكنه موجود. وشني الأسباب اللي تخلي الشاب أنه يروح القمار؟ أكيد الفراغ أول سبب. شوفي نقدر نقوله هي كاين أسباب متكاتفة، نقدر نقول لك الأول وازع ديني، وازع ديني ما كاش. ولما نقول الوازع الديني، منين ياخذ الشاب هذا الوازع الديني؟ راح يديه من التنشئه الاسريه. اذا كانت التنشئه الاسريه الام والاب ما عندهمش مرافقه لابنائهم، كنقول مرافقه معناتها متابعه، معناتها مصاحبه، ما تكونش مصاحبه ما يعرفش وليده واش راه يدير، راح ينفلت هذا الابن من السلطه الابويه، وبالتالي راح يولي يدير اشياء ما يقدروش يتحكموا فيها الاباء تاعو او الامهات. اذا قلت الوازع الديني لابد ان نربي عليه ابنائنا، نعرفوا واش الحلال ونعرفوا واش الحرام، نعرفوا واش اللي يجيب لي الخير ونعرفوا واش يجيب لي الشر، نعرفوا راهي الطريق الصحيح ندعي ابنائي اليها، ونعرف الطريق اللي ماهيش صحيحه ونجنب ابنائي انهم يتبعوها. لانه للاسف اصول التربيه في مجتمعاتنا في اسرنا بولات ضعيفه، يعني مع التطور التكنولوجي، مع الاعلام، عن انسلاخ الابناء عن السلطه الابويه، هذه كلش واش ولات دير؟ خلات شبابنا يتمرد حتى على القيم، يتمرد حتى على الاخلاق، يتمرد على هذه الاشياء. وحنا نعرفوا انه اللي يتبع القمار اكيد راهو الصلاه لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبالتالي هذا ما راحش يكون يصلي، هذا راح ينغمس في المنكرات، راح يتبعدوا على طريق الله. اذا قلنا التنشئه الاسريه ما كاش وازع ديني، وكاين الفراغ. معظم الاسر لما تصيب ابنائها ما نجحوش في الدراسه، او انهم درسوا وكملوا وما كاش عمل. الاصل هنا واش نديروا؟ انا نعطيك السبب ونحاولوا اننا نوجدوا الحلول في نفس الوقت. الاصل انه ما تخليش هذاك الابن للطرقات، تحضروا فورماسيون، تحضروا تكوين، تتابعوا، تدخلوا في حرفه، تدخلوا في مهنه معينه، يشغلوا ابنائهم ربما حتى لو كانوا من رواد المواقع، يحاولوا انهم يرشدوهم الى المواقع ذات فائده. احنا خلينا ابنائنا للشارع، هل الشارع يربي؟ الشارع قد يفسد الابناء. وقلت واكرر في مواضيع عديده، في مواقف عديده، انه باش نتخلصوا من بعض الافات لابد علينا نرجعوا للبرامج التكوينيه. برامج تكوينيه من طرف المسؤولين، من طرف الجهات المختصه، من طرف السلطه ايضا، تدمج هؤلاء الشباب، ما تخليهمش للفراغ، ما تخليهمش للبطاله. كاين مراكز تكوين، كاين حرف، تساهم لهم في مشاريع المؤسسات الصغيره ولا المتوسطه، تعطيهم قروض على اساس انهم ينطلقوا في مشاريعهم الخاصه، في حرفهم الخاصه، باش تبعدهم. شوفي نفسك ان لم تشغليها بالحق شغلتك بالباطل. لم يغفل القانون الجزائري عن الجرائم المرتكبه ضد النظم المقررة لدور القمار والرهان وبيوت التسليف، فماذا عن العقوبات التي يطبقها على المتقامرين والمتراهنين؟ رغم خطورة هذه الجريمة على الأسرة الجزائرية وعلى المجتمع ككل نظرا لمخالفاتها ولو بعيدة المدى، لكن مع ذلك المشرع الجزائري للأسف لم يشدد العقوبة في حق محترفي بيع أوراق اليانصيب أو ما يعرف بالقمار، الذي هو في الأساس هو عملية نصب. ولكن مع ذلك هناك طائفة كبيرة من المجتمع الجزائري تلجأ إلى هكذا مراهنات عن طريق القمار وأوراق اليانصيب. قلت أن العقوبة لم تكن مطلقا مشددة، لا تصل إلى سقف 6 أشهر، حتى بالنسبة للغرامة فهي لا تزيد عن 5000 دينار جزائري. هذا الأمر يعتبر ضئيل جدا وغير رادع، رغم أنه الجريمة لها أبعاد نقدر نقول أنها أبعاد خطيرة على القيم والأخلاق المجتمعية. وهنا أيضا المشرع الجزائري مدعو إلى ضرورة العمل على تعديل هذه المادة بالتحديد وتشديد العقوبات المترتبة في حق محترف في القمار ودور القمار سيما غير المرخصة منها. من القمار التقليدي إلى القمار الإلكتروني، وفي عصر التكنولوجيا بات هناك ما يعرف بالكازينوهات الرقمية التي أصبحت ملاذا لآلاف الشباب. قد يكون الدخول إليها في بادئ الأمر بدافع التسلية، إلى أن تتحول إلى إدمان وغاية لكسب المال وكثير من الأضرار.
والآن تطورنا مع تكنولوجيا الإعلام والرقمنة، صارت ممارستها عن طريق التقنيات الحديثة والعياذ بالله. يعني كظاهرة مجتمعية موجودة وراسخة، ولابد علينا أننا نكتفوا الجهود باش نقضيوا عليها. لذلك نحرص شبابنا، نقول لهم يا شباب أنتم أمل الأمة، أنتم أمل المستقبل، خطيكم من هذه الأشياء. حبيت تكسب المال اكسبوا بالراحة بعرق جبينك، لأنه هذا القمار يعلم الشباب أنه يكسب المال بطريقة غير مشروعة، يؤدي به إلى التهاون وإلى أنه ما يبحثش على عمل ويكسب من القوت من عرق جبينه. من بين العادات والسلوكات الذميمة التي انتشرت قبل مجيء الإسلام أسلوب المقامرة، وجاءت الشريعة الإسلامية لتبطل عادات الجاهلية وتحرم القمار بكل أشكاله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد النبي. كما تعلمون بأن حكم الشرع يدور مع علته وجودا وعدما. نعلم بأن القمار هو متعلق بالجانب المالي، والله تبارك وتعالى عندما يتكلم عن المال في آية من القرآن الكريم يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم بعد تحافظوا عليها، لأن هذا المال هو مال الله تبارك وتعالى. أو هناك أكل أموال الناس بالباطل عن طريق القمار، أو بعض الناس يتفننون في إيجادها سواء كان في المقاهي أو غيرها من المحلات الأخرى، ويأتون الناس بغرض الربح أو بغرض الرفاهية أو بغرض الظهور أو ما يعني المآلات الله تبارك وتعالى أعلم بها. يصف هذا النوع من القمار اللي بالمال يتعاملوا فيه، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، هي نوع من القمار قديما تأتي بصور أو بأخرى الآن، فتأخذ حكمها لأنها من عمل الشيطان. الوقت الذي يقضي هذا الإنسان بعيدا عن الله في عملية قمارية أو عمل حرام فهذا إثم عظيم. اثنين، ما يضيع هذا الإنسان من المال وما يبذره من مال يكفيه مكانة، أن الله عز وجل قال له إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ثلاثة، حقوق الغير، حقوق الأم وحقوق الأب اللي كنا ربما نذكرناهم، وحقوق الوالدين. طبعا وين ذهبوا؟ أين ذهبت هذه الحقوق؟ ذهبت في آفة القمار. وكل ما ينهى الله تبارك وتعالى عليه فهو في درجة الكبائر، فهو كما قال الله تبارك تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأن كل من يساعد أو كل من يرخص أو كل من يفعل له جانب من المنع، له جانب من الإثم، كأنها مشاركة. برأي الدين نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد، ولنتذكر دوما أننا مسؤولون أمام الله عز وجل عن عمرنا فيما أفنيناه، وعن شبابنا فيما أبليناه، وعن مالنا من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه.